معه ما يزيد على 1000 او 2000 شخص. اليوم المصحات اللي كان تيسير الدكتور التازي والتي تشغل ازيد من 2000 شخص اليوم تعيش حاله توقف، تعيش حاله شلل، واللي خدا القرار ديال الادعاء ديالو اللي مراعي ذلك. اليوم هناك اشخاص عرضه للشارع، رمضان لم تؤدى اجورهم ولم يراعي من قرر الاعتقال. كل هذا وانا تنقول بانه هذا شخص ليس بمجرم خطير، هذا شخص عنده كافه الضمانات، هذا شخص لا يخاف منه ولا يخاف عليه. اليوم المناخ العام اللي كاين ديال الحريه في المغرب واللي اسسوا دستور 2011 بقياده صاحب الجلاله تعطي من البدائل ومن الضمانات الشيء الكثير اللي تيخلي انه اليوم المغاربه من حقهم انهم يتحكموا في حاله صراحه، ومن حقهم انهم تكون عندهم قرينه البراءه. للاسف اليوم في بعض الملفات كنلقاو جهات اخرى اللي عندها راي اخر وتصر على ارجاعنا الى الزمن البعيد، الزمن ديال سنوات الرصاص، الزمن اللي اليوم المناضلين والحقوقيين ناضلوا من اجل انه تكون عندنا مسطره جديده. للاسف باقي هذا النظره عند البعض، وانه يصرون على ان يقدم الاشخاص رغم انهم عندهم جميع الضمانات، رغم انهم لهم جميع الشروط اللي يعني تمكن انهم يتحكموا محاكمه عادله، تيقروا انهم يتدعوا في السجن لا لشيء الا لارضاء غريزه ان الشخص يجب ان يوضع رهن الاعتقال بدون مراعاه يعني لكل الضوابط. ساق الاتهام راه كيف ما هو معروض فيه مجموعه من الافعال المتعلقه بجرائم التجاره في البشر ومجموعه من الجناح المتعلقه بالتزوير في وثائق عرفيه. انا كيف ما نقلتها للمحكمه ونقلناها بامانه على اعتبار انني زرت هذا الاسبوع المتهمين اللي كان ازرهم ثلاثه، يعيشون وضع صحي لا يحسن عليه، في حاله انهيار نفسي، في حالة انهيار صحي، في حالة يعني يعيشون حالة دمار داخلي لا يمكن أن يتصور ولا يمكن أن يتحمل، وهذه مأساة. ومن خلالكم أنا تناشد كل من له غير على القضاء في المغرب وكل من له غير على المواطنين ديال المغرب أنه تحرك باش نقولوا بأنه كفى 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 من المحاكمات اللي لا أساس لها، يعني ما عندهاش مبرر موضوعي يمكن أن تعرض بمقتضاه على أنظار القضاء.